إحباط محاولة تهريب أزيد من 74 ألف قرص مخدر وكيلوغرام و95 و195 غرام من مخدر الكوكايين بمعبر باب سبتة. إذن تمكنت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك بمعبر باب سبتة في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت 18 نوفمبر الجاري من إحباط محاولة تهريب 74804 القرص طبي مخدر وكيلوغرام و195 غرام من مخدر الكوكايين. وقد مكنت عملية المراقبة الحدودية المشتركة من توقيف مواطن مغربي عند وصوله قادما من سبتة على متن سيارة مسجلة بالخارج وهو في حالة تلبس بمحاولة إدخال شحنات الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة المحجوزة. وقد فتحت الشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد مصدر ومسار تهريب هذه الشحنة من الكوكايين والمؤثرات العقلية والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المرتبطين بهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية في سياق تعزيز آليات المراقبة الحدودية وتكثيف الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بالمراكز الحدودية بغرض التصدي الحازم لمحاولات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. إذن إحباط محاولة تهريب أزيد من 74 ألف قرص مخدر وكيلوغرام و195 غرام من مخدر الكوكايين. إذن نعود البلاغ طبيعة الحال ديال المديرية العامة للأمن الوطني. تمكنت عناصر الأمن الوطني بتعاون مع مصالح الجمارك بمعبر باب سبتة في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت 18 نوفمبر الجاري من إحباط محاولة تهريب 74804 قرص طبي مخدر وكيلوغرام و195 غرام من مخدر الكوكايين. وقد مكنت عملية المراقبة الحدودية المشتركة من توقيف مواطن مغربي عند وصوله قادما من سبتة على متن سيارة مسجلة بالخارج وهو في حالة تلبس بمحاولة إدخال شحنات الكوكايين والأقراص الطبية المخدرة المحجوزة. وقد فتحت الشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد مصدر ومسارات تهريب هذه الشحنات من الكوكايين والمؤثرات العقلية والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المرتبطين بهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية في سياق تعزيز آليات المراقبة الحدودية وتكثيف الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بالمراكز الحدودية بغرض التصدي الحازم لمحاولة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.